للناس اللي ما بتعرف، احنا بشمال غزة لنا 5 شهور بدون رز، بدون طحين، بدون خضار، بدون اي مواد غذائية. ما في اي مساعدات بتدخل لنا، حتى السوق ما في ولا اي حاجة. لجأنا طبعا الى انه احنا نطحن الاعلاف، الحيوانات، بذور الطيور واكل البسس. رغم كل هذا حكينا معلش انه في حاجة ممكن احنا نسد جوعنا فيها، رغم انه طعمها سيء وبتعمل وجع بالمعدة، بس كان في بديل حتى لو كان انه اكل الحيوانات. اتذكر اهلنا شو كانوا دايما يحكوا لنا، انه ما في حد بينام جوعان، ما في حد بيموت من الجوع في بلده، بس احنا كل يوم بننام جوعانين. انا ما عمري تخيلت انه احنا ممكن يجي علينا يوم ناكل اكل حيوانات او احنا حتى ننام جوعانين. احنا شو ذنبنا؟ شو ذنب الاطفال؟ يعني اذا احنا ما متنا من القصف رح نموت من الجوع حرفيا. هذا الوضع هنا عندنا بشمال غزة، يعني بدنا حدا